مرض الحسنان تراب الله عليهما فعادهما بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا أبا الحسن، لو نذرت انذر نذر لله في شفائهما. أولا ذاك اليوم المدينة أطباء ماكو بها، مستشفى مستوصف طبيب ماكو. مضافا إلى ذلك هذول أهل البيت حتى لو أكو طبيب، طبيبهم الأصلي منه الله. بس إحنا لما ندرس تاريخ ذاك الوقت صدر الإسلام ما كان أكو طبيب خاصة بالمدينة، ولذلك هذول إجوا وشافوا الحسنين مريضين قالوا: يا أبا الحسن، بدال ما توديهم للطبيب انذر نذر. فنذر علي عليه السلام، ونذرت معه فاطمة عليه السلام، ونذر الحسنان أيضا وهما طفلان، لكن طفولية الحسن والحسين مو مثل طفولية أطفالنا إحنا، واعين كل شيء يفهموا. ومعهم خادمتهم فضة، أنه إذا شفي الحسنان أن يصوموا كلهم 3 أيام على التوالي، على التوالي. الله شاف الحسنين الحسن والحسين فورا بعد نذر علي بن أبي طالب مجرب. فذهب علي عليه السلام على أساس يصوم هو وزوجته وولديه والخادمة، لكن بالبيت ما عندهم ولا قرصة خبز ولا حبة حنطة وشعير. ذهب واقترض من تاجر يهودي 3 أصوع، قل 3 كيلوات من الشعير، حنطة ماكو. جاب هذا الشعير، أول يوم صايمين فاطمة الزهراء بأبي وأمي اللي إحنا جالسين في ذكراها، روحي لها الفداء. بأيديها الكريمتين قامت تطحن الرحى حتى مجلت يداها، هلقت طحنت الرحى شعير، جعلته طحين، والطحين جعلته عجين، خبزت منه 5 أقراص. لما فرغوا من الصلاة المغرب وضعوا الأقراص ليفطروا، وإذا بمسكين وقف على باب دارهم قال: السلام عليكم يا آل بيت رسول الله، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله. كل واحد منهم، الزهراء شالت قرصتها وعلي وفاطمة حتى فضل، قالوا أبدا. 5 أقراص كلها أعطوها للمسكين وأفطروا على الماء بس. ثاني يوم أيضا صاموا بلا سحور، إفطارهم سحورهم كله على الماء، أيضا صاموا. صار وقت الإفطار وقد عجنت السيدة عليه السلام الثلث الثالث من الشعير، أيضا أقراص من الخبز، أقبلوا عليه حتى يفطرون، وإذا بيتيم وقف عليهم بالباب: السلام عليكم يا آل بيت رسول الله، يتيم من يتامى المسلمين، أطعموني. شالوا كلهم، وهذا اليتيم يريد قرصة واحدة، لكن الحسين عليه السلام يقول: إلا لا، قرصتي أم أعطيها. الحسن قال: إلا قرصتي. فاطمة عليه السلام، أمير المؤمنين كلهم، وأفطروا على الماء. نفس اليوم الثالث إجاهم أسير، هذا الأسير من أسرة مو مسلم، أسير حرب، أسير الحرب عادة الحرب ويا من كان؟ ويا المشركين. هذا الأسير المشرك جاي يدق، ما راح على باب هذا وذاك، مع أنه مشرك يعبد صنم، يجي على يا باب هذا الباب بأبي وأمي، إحنا على باب من الآن قاعدين؟ على يا باب قاعدين هذا الباب. الحسين هو باب الله، لم يخب الآن من رجاك، ومن حرك من دون بابك انحلق. شالوا الخبز أعطوه إياه،
ثلاث ليالي متواصلات أفطروا على الماء في الصباح، يعني يوم الرابع. علي عليه السلام أخذ بيد ولديه الحسن والحسين وجاء بهما إلى رسول الله. رسول الله شاف هذول الأطفال ده يرتجفون من الجوع وعيونهم غيره، لونهم أصفر. قال: لشد ما يسوغني ما أراه بكما، وين فاطمة؟ فقام بأبي وأمي إلى بيت فاطمة الزهراء، شافها واقفة في محرابها قد اغبر، قد اصفر لونها وارتسق. هاي العبارة كل الزمخشري يذكرها، فخر الرازي يذكرها، الآلوسي يذكرها، كل هذول المتعصبين. يقول فاطمة الزهراء من شدة الجوع التصق بعض بطنها بظهرها. نعم، نظر إلى ابنته فاطمة. بهالأثناء نزل جبرائيل بهذه الصورة. اسمع اسمع، قال: خذها يا محمد، صل على محمد وعلى محمد. هنأك الله في أهل بيته، الله يهنيك، شلون تربية ربيت. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.